والله الحمد لله معنا جينا الحمد لله يا ربي اللي خدمنا عليه اللي حضرنا عليه رواحنا لقيناه اليوم في التيران. نقول لك اللي عندنا رجال مازال ما كملناش، مازال برشا خدمه، مازال عندنا ماتشات اخرين. دونك اليوم نقولوا 3 بوان حطيناهم في جيب، نحضروا ماتشونا الجاي وان شاء الله الجاي خير. مش مسهل نعمل الفرق، نعمل الفرق في المباراه. لا معناها كانت ماتش الحقيقه مباراه تنافسيه لاخر وقت. كنا بتاتر العزيمه نتاعنا بتاتر احنا اليوم اكثر ديسيدي، جينا للمستير ماناش جايين باش ندافعوا، لكن اذا كان لازم باش ندافعوا ب 11 لازمنا ندافعوا ب 11، اذا كان لازم باش نهاجموا ب 10 او ب 9 جوري كيف كيف. الحمد لله انا نيكوسي ماتشونا كوم يفو وربحنا 3 بوان. شفناش مستوى فني كبير محمد، بتاتر انت تقول ما شفتش، لكن احنا اللي حضرناه واللي شفنا انه مستير باش تلعب بالستيل هذاك، حضرنا من رواحنا لكل شيء، للكره الطويله للكره القصار، وتوفقنا ووفقنا ربي باش خذينا 3 بوان تاعنا. الحمد لله فوزي نظرتي وفي السيناريو نتاعو اذا كان ماركا مسجل، خاصه حتى مع الاتحاد المستيري يعمل ديريدو. حاسين انكم اليوم كما قلت انت اللاعبين تطلع مع بعضها تنزل مع بعضها، يعني لحمه واحده اليوم. قول لي هو اللي خلى النجم الساحلي اليوم يحط في الكيس هذا ايش قلت لك؟ حضرنا السيناريو الكل، حضرنا نعرفوا مستير كيفاش بالكلام، ونتي معناها حضرنا جوريتنا فهمناهم كيفاش عملنا الاناليز فيديو نتاعنا الكل، وهذا اللي حضرناه لقيناه والحمد لله. نجم الساحلي 4 مباريات مازالوا للبطوله، يعني تقريبا نجم الساحلي بعيد 4 نقاط على المركز الثاني. كيف ترى السيناريو بقيه الموسم؟ لا ما يتبدل حتى شيء، احنا قلنا من اول ما بدينا ونيغوسي ماتشواتنا ماتش بر ماتش ما نهبلوش. اليوم كملنا ماتش مسير، عندنا الماتش الجاي نهار السبت خصوصا، نحضروا ماتشونا كوم يفو ومن بعد لكل حد من حديث. بارك الله فيك.